بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في موقع 3pro.blogspot.com. غادي نتابعوا السلسله ديال الدروس ديال HTML، وغادي نهضروا اليوم ان شاء الله على لي طابلو. لي طابلو من بين الادوات المهمه اللي كتحتوي عليها HTML، واغلب المواقع كتستعمل لي طابلو. جل المواقع لي طابلو كيكونوا فيها بطريقه او باخرى. لي باليز برينسيبال ديال طابلو هو تيبل، البدايه ديال الباليز النهايه ديال الباليز. غنيكزيكيتي لاباج ديالي، طلعت انها ما عطاتني والو. غادي نزيد بعض لي كود تنو دانا نشرحهم. هاد تي ار هو عبارة عن سطر، يعني تيبل رو، تيبل رو يعني سطر طابلو. ولكن دابا هاد لالين شحال فيه من سيلي؟ إلا بغيت نزيد عليه لي سيلي دوك الكروات الصغار، كندير تي دي تي دي تي دي. غادي نسميها سيلين ان، غادي نزيد سيلين اخرى نسميها سيلين دو، سيلين ترو. غادي نكزيكيتي لاطاق الباج ديالي، نلاحظ انه اعطاني هاد الشكل، يعني طابل فيه سطر واحد و 3 كولون. انا بغيت نزيد جوج سطور اخرين، يعني طابلو يكون فيه 3 ديال لي كولون و 3 ديال لي لين. خصني نعاود نكوبي هاد الكود هذا، يعني كل واحد من هادو، هاد تيبل رو عبارة عن سطر. اكزيكيتي لاحظ ان الطابل ديالي عطاني هاد الشكل هذا، ولكن شي حاجة ناقصة هاد الطابل هذا هو انه منقصرش، يعني خصني نزيد عليه ندير واحد لاتخيبي هنايا لي هو بوغديور، اي واحد. اكزيكيتي لاحظ ان الطابل ديالي لا هاد الشكل هذا. إلا بغيت نتحكم في العرض والارتفاع ديال الطابل، كنستعمل لي زاتخيفي اللي معروفين اللي كيتستعملو مع HTML بصفة عامة، وهما ويدت والهايت. مثلا ندير هنا 350 والهايت ديال 600 ونديرو 200 والرستري اكزيكيوتي. لاحظ ان الطابل ديالي تغيرو لي ديمونسيون ديالو. يمكن لي نتحكم في العرض والارتفاع ديال الطابل بالمقارنة مع العرض والارتفاع ديال النافيكاتور ديالي. مثلا ندير هنا سيكون كورسور وندير ويل تاهو سيكون كورسور، يعني غادي ياخد ليا نص ديال الباج. وخدرية هنا 50% وهنا 50%. إلا بغيت نغير الخلفية ديال الطاب ديالي بي جي كولر، باش نختار الخلفية اللي بغيت، وهنا الخلفية ديال الطاب ثلاثة. بغيت أيضا نشوف البوزيسيون ديالو، واش في السونتر ولا في اليمين ولا في اليسار. كندير اللاين ندير مثلا ليفت، يعني غيكون كلاسيك، انا الطابل كلاسيك. الى درت رايت اكزيكيوتي لاحظ ان الطابل جا لليمين. نفترض ان هاد الكتابات هادو
ما بغيتهمش انا يتحطوا ليا هنا، بغيتهم يتحطوا في السونتر هنايا ديال السيلول، اولا هنا الفوق اولا لتحت اولا هنا اولا هنا أو هنا. المهم نتحكم انا في البلاصه اللي بغيت نحط فيها الكتابه. كما قلنا هاد تيبل رو تي ار هي كتحكم في السطر واحد لاني، يعني باش يعني هاد السطر الاول كامل نطبق عليه ان الكتابه ديالو تبدا من تجي هنا في السونتر، يعني هذا السيلول وهذه وهذه السطر الاول كامل بغيت هاد الكتابه ديالو تجي هنا الوسط، يعني خصني نطبق على تي ار نجي هنا ندير لاين ندير سنتر اورجستري ابتوس. لاحظ ان الكتابه ديال السطر الاول كامل جات الوسط، هادو ديال السطر الثاني بغيتهم مثلا يجيو هنايا لين غنشوف تي ار ثانيه ندير لاين ندير رايت غادي نلاحظ ان الكتابه جات لين. نفترض انني بغيت نغير الخلفيه ديال هاد لاين هذا الفوقاني، اول حاجه كنمشي للكود وكنختار هذا هو لاين الاول، غنمشي للتي ار وغادي نزيد بي جي كولون وغادي نختار اللون لي بغيت ريجستري كنلاحظ ان اللون ديال الخلفيه تغير. افترضوا انني بغيت نغير اللون ديال هاد سيليل 8، سيليل 8 نغير الخلفيه ديالها اللون الاحمر، يعني خصني نمشي للسطر الثالث ونمشي للسيليل الثانيه. السطر الثالث ها هو السيليل الثانيه ها هي، وغنمشي للدخل به هنايا وغادي ندير بيجي كولو ونختار اللون لي بغيت اوريجستري اكزيكيتي. لاحظ ان الخلفيه ديالها تبدلات. دابا غادي نشوفو كيفاش غادي نجمعو هاد لي سيلول هادو، يعني ردوهم سيلول وحده، الثلاثه كاملين نردوهم عباره عن سيلول وحده كاينه الفوق، وهادو نخليوهم كيما هما ثلاثه. نمشيو للكود السطر الاول هو هذا، غادي نخليو غير سيلين وحده، غادي اوريجستري غادي اكزيكيتيف. كنلاحظو انه عطانا الكود عطانا الطابلو بحال هكا، يعني خطا، خصنا حنا هاد السيلين هادي تكون مجبده هنايا كامله. باش نديرو هاد القضيه هادي كنزيدو هنايا في تي دي كنزيدو كول سبين وكنديرو شحال من سيلين بغينا نجمعو، غنديرو ثلاثة، ثلاثة ديال لي سيلين لي كنا بغينا نجمعو، غادي نورجستريو ونزيدو. نلاحظ أن السيلين ديالي شدات ليا هاد البلاصة هادي كاملة. نفترضو عاوتاني أنني بغيت نجمع هاد السيلين مع هادي، سيلين ربعة مع سيلين سبعة، بغيت نردهم سيلين وحدة، اش خصني ندير؟ يعني دابا لي سيلين اللي بغيت نجمعهم هما ربعة و سبعة، غادي نمشي لسيلين ربعة وغادي نجمعها مع سبعة، غنمشي للكود سيلين ربعة ها هي، غنمشي هنايا غادي ندير روز وغادي ندير شحال من سيلين بغيت نجمع فيها، غندير جوج، ولكن سيلين سبعة خصني نحيدها من هنا لأنها ما غاديش تبقى. غادي نسيفيكي نلاحظ انهم جمعوا، راه مبدا واحد طريقه واحده غير عارفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. غادي نحاولوا نطبقوا واحد التطبيق ونصاوبوا واحد الطابل بهذا الشكل هذا. هنا عندي تسعود ديال ليلين وعندي جوج ديال لي كولون، الطابل ديالي غادي يكون بهذا الشكل، تسعود ديال ليلين وجوج ديال لي كولون. غادي نحل الكود ديالي وغادي انسيري تسعود ديال ليلي، يعني تيبل رو هو زين
هنا ثلاثة سعود ديال لينين، وكل لين فيه دو كولور. دابا هاد لين هادي تيدي تيدي من بعد ما كريت الكيلين ديالي ولي سيلي في الكولون الثاني، غادي نحاول نعمر نكشف لي سيلي ديالو هاد لي بوان هادو. نورجستري اكزيكيتي طلعت الطابي ديالي هو هدي تيضحك. خصني لا طاب تشد ليا لا باج كامله، خصني نموديفي نموديت و هاي نموديت صون كرسو و هاي صون كرسو و ريجستري اكزيكيتي مزيان. دابا هاد لي كولون هادو هاد دابا هادو خصني نقصهم، خصني نجمعهم هاد لي سيلي. هنا عندي 3 سيلي في الكود، 3 لين 3 لين، خصني نربطهم لين واحد. وهذا غادي ندير جو غادي 3 وغادي نحيد هذا، نحيد الثانية نحيد الثالثة. نضغط هادي زيرو ديتين ثلاثة، نحيد هادي نحيد هادي نضغط هادي زيرو تسعة ثلاثة، نحيد هادي نحيد هادي ريجستري اكزيكيوت. لحد الان مازال ما كتبان حتى شي حاجه. نيشان نعطي لي كولور نضيف لي كولور عاد باش يبان شي حاجه. ندير البوردي ندير البوردي على الطابل ها هو الرقم ديالي بدا شي يبان هما هادو نوعين هادو خصني دابا نبقاو ليا غير لي كولور نموديفيك لي كولور ديال هاد هدا مثلا دوينا الغوص هي هادي بي جي كولور هاد الكولور هادا صفر بي جي كولور صفر بي جي كولور نختار هاد اللون هادا ريجستري انسيتيتي الطاب ديالي بهاد الشكل هادا. كنلاحظ ان الطاب هنا هذا تقريبا واخد واحد 30% من العرض ديال الباج، يعني خصني نموديفي كذلك في الديمونسيون ديالو موديفي فلويد ندير مثلا 35%. اونجستري انزيكيتي الله انه دخل 35% من لاباج. دابا بقاو ليا هادو نديهم لي كولور ديجي كولور ديجي كولور
بيجي كولر. ثانية بيجي كولر بيجي كولر بيجي كولر. يجي يقول 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 يجي هذا هو أن هذا ما فيش بودي يعني بوردير من لطاب ديال يندير هنا صفر يا سيبريمي كاع هاد اوريجيستو اكزيكيتو. تلاحظ ان لطاب ديالي ولات بحال لطاب اللي في الصور تقريبا غير اللي فيه. حتى هنا كنكونو فرعنا كل ما يتعلق بلي طابلو. نتمنى تزورونا في موقع www.blogspot.com أو زورونا في صفحة على الفيسبوك www.facebook.com/www. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.